بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تسأل لما صام المسيح للمجد 40 نهار و40 ليلة أقول ليه؟ يقول من أجلك. مش بنقول في التوزيع يسوع المسيح صام عنا، فالصوم ده من أجل كل واحد، صام لأجلنا، صام عنا. وبقى الصوم جزء رئيسي جدا من الحياة، مادام هو عمله لأجلنا. وفي 40 يوم دول قال كان يجرب من إبليس، في إنجيل تاني قال لما أكمل إبليس كل تجربة. يعني إيه؟ يعني جميع التجارب اللي تجوز على البشر يعني الشيطان جرب معاه كل حيلة وكل خديعة وكل أنواع التجارب اللي تخطر على بال الناس. طبعا لما الشيطان يجرب إنسان مهما كان، تقول بيجربه ليه؟ قال عشان يموته. هو ضد ربنا، ضد الخير. فإيه اللي في باله؟ قال اللي في باله نفصل الإنسان عن الله، يموته. من بعد كان قتل الناس، هو ما عندوش، يعني عاوز يهلك. هو عدو الله، عدو الخير، عدو الصلاح، عدو النور. فلما بيجرب مش بيجرب عشان يتهزر، بيجرب عشان يقتل، يهلك. طب جرب المسيح ليه؟ ما اللي شايفه انسان عاوز ايه؟ قال عاوز يوقعه، عاوز يخدعه، عاوز يحطه تحت ايده، عاوز يغلبه. طب واللي حصل؟ قال لا، اللي حصل انه المسيح سحقه مش غلبه، وابطل كل اسلحته وكل طرقه وكل فخاخه المنصوبه وجميع تجاربه. طب ده ربنا. لما المسيح انتصر، لما جرب، لما صام، صام لأجلي. لما دخل التجارب ده عشان إيه؟ قال برضه عشاني. طب ولما سحق الشيطان وانتصر عليه بكل حيله، لحساب مين؟ قال لحسابك. عشان كده ده يخلي الواحد إيه؟ في منتهى الفرح، يبقى فرحان جدا واثق في الله. إحنا بنجرب، مفيش إنسان ما دخلش تجربة. أوقات الواحد يعني ربنا ينفخ في صورته يعدي، وأوقات يقع. ساعات الواحد يقع في حاجات تافهة، ساعات حاجات كبيرة، لكن كلها سقوط. لكن رجائنا في المسيح لا يخيب. أنا إن سقطت هو يقيمني. إذا الشيطان اتغلب عليا في يوم في حاجة، أرجع للمسيح أتمسك بيه، أقوم. قديس بولس قال إن المسيح مجرب في كل شيء مثلنا، يعني جاز التجارب بالضبط بينا زينا، بس قال بلا خطية. يعني المجرب بيجيني من بره
وبيبقى جوايا حاجة وحشة فيقدر يغلبني. لكن المسيح قال رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. فالتوبة هي تنقية القلب من الداخل، فلما الشيطان يجي ما يلاقيش له حتة مستخبية، حتة في الظلمة، في الفكر، في النية. القديس مقاريوس الكبير في البرية شاف فخاخ الشياطين مرشوش على وش فخاف جدا، قال يا ربي فخاخ تصطاد أي حد، اصطادت يعني فخاخ الشياطين اصطادت القديسين الكبار، الآباء والأنبياء ورؤساء الآباء، كله. فلما القديس مقاريوس شاف ده قال يا ربي مين يقدر يفلت من كل ده؟ جاله صوت من السماء قال له إيه؟ قال له المتضعون يفلتون. فبقى عندنا مفتاح النصرة. طبعا دي الخبرة دي موجودة في سير الآباء كتيرة قوي، وفي أقوال الآباء القديسين الكبار غلبوه يعني، أهانوا الشيطان وأذلوا فخره بحاجة واحدة جدا صرخ منها الشيطان نفسه واعترف بيها. قال لأبو مقار ما أنت بتسهر في الصلاة أنا بننامش، أنت بتصوم شوية إحنا ما بناكلش، وأنا بغلبك بإيه؟ قال له باتضاعك. فشوفوا الواحد يعافر ويعمل وتلاقيه واقع ويروح ويقع ويروح ويقع لغاية لما الواحد يرجع لنفسه ويبتدي الفضيلة العظمى في الحياة المسيحية. الواحد انكار الذات، الاتضاع، قوم يبقى ملتصق بالمسيح. لأن يسوع قال تعلموا أن وديع متواضع القلب، فتجد راحة في الحروب بتاعتكم ضد الشيطان، هتلاقوا راحة إذا تمسكتوا بي كوديع متواضع القلب. سبب الفشل في الحياة الروحية الرئيسي الإحساس بالذات، الأنا، الاعتماد على الذات، على القدرة البشرية، على العقل الكويس الناصح اللي بيعمل اللي بينجح. يعني ده سبب الفشل الرئيسي. ممكن الإنسان حسب المظهر يبقى، لكن جواه تلاقيه مكسور، لأن الشيطان يلاقي له حتة، يعني حتة الذات ديت بيفرح بيها الشيطان جدا، لأنه منها بيوقع الإنسان. فالحرب زمان قال في سفر الخروج لما موسى غلب عمليق قال له اكتب دي في سفر، قول ايه؟ قال ايه؟ قال الرب حرب مع عمليق من دور فدور، ستسكت الحرب دي. عمليق يعني عملاق، يعني حاجة كبيرة، جاينت كده. الجاينت ده مين يغلبه؟ ما هو ابو الكبرياء. يغلبه اي انسان وديع متواضع. يوم الجمعة اتقرت في النبوات في باكر قصة ايه؟ الجاينت كبير قوي جلياد ده، شكل الشيطان رمزه. مين اللي غلبه؟ العيل صغير. يعني الاتضاع هو المفتاح. اذا ما عرفش واحد يتضع يعمل كل ما يعمل تلاقيه مغلوب جوه نفسه، هو عارف انه مغلوب، مغلوب من ذاته. لما القديسين أنكروا ذواتهم بالتدريبات الكبيرة أوي أخلوا ذاتهم جدا وأنكروها وداسوا عليها وسابوا الناس يدوسوا عليها، فارتفعوا جدا، وبقى الشيطان يخافهم. تصور أن الشيطان يخاف من الإنسان؟ آه طبعا. مكتوب القوم وإبليس فيهرب منكم، بقى الشيطان يخاف منهم، وبقى يجري
ويتبخر كأنه دخان وحش من قدامه. يعني باختصار، أنا أقدر أغلب التجارب اللي بتجيني بنعمة المسيح، بالمسيح اللي فيا، بروح الله أخرج الشياطين، من لي سلطان، أقدر أنتصر على الحاجات اللي دايماً أتغلب منها سنة 2-23، وأقع في نفس الواقعة وأقوم ندمان وأقوم تاني وأقع تاني. أقدر، إيه سبب الوقعات المتكررة؟ الذات، اللي أنا، الاتكال على دراع البشر. إيه سبب النجاح؟ الاتكال على الله، الاتضاع، إنكار الذات. تجارب المكتوبة الثلاثة كتبوا ثلاثة بس، الإنجليين الروح القدس مال لهم ثلاث تجارب، لكن هو الواقع جميع أنواع التجارب. داود في المزمور زمان يقول إيه؟ بكى يا إلهي اقتحمت جيش. صور واحد بيقول إيه؟ أقدر اقتحم جيش بالمسيح اللي غلبه. بك يا إلهي تصورت أسوارا، اقتحمت جيش. الواحد فينا بذاته محكوم عليه بالموت، مغلوب، لكن بالمسيح منتصر. عشان كده بقول إيه؟ بناخد كلام المسيح اللي قاله، اطلبه من الآب، بقوله إيه؟ لا تدخلنا في التجارب. يا رب ما تدخلنيش في تجربة. ليه؟ أنا مش قدها، لأني ضعيف، لأني عارف نفسي. فاطلبوها في الصلاة في أبانا الذي بجد، من غير ما الواحد يكر كده الكلام، يقول يا رب لا تدخلنا في التجارب. لكن نجينا من الشرير. طبعا متجبر قوي، شكواه صعبة جدا جدا جدا، محدش يقدر عليها، لكن زي ما بقول لك المتواضعين بيفلتوا. الآباء قالوا مرة، يعني لو عندك مثلا شوية عصيان كده 20-30 عصاية، وجاي الضرب على العصيان ديت، لو فيهم عصاية صغيرة قصيرة ما يجيش عليها الضرب أبدا، وكل الضرب يجي على العصاية البرزة الفوقانية دي اللي هي ايه؟ أباء حكمة. لما تيجي للضربات تيجي على الحتة العالية البرزة، على الإنسان اللي عايش بذاته. أما واحد قصير صغير ما تصبوش الضربات أطلاقا. وقالوا الآباء، قال الشيطان يقدر يزق واحد واقف ويزق ويوقعه. طب واحد واقع هيعملوا ايه؟ يعني مين اللي بيزق يقع؟ الواقف. طب الساجد اللي في الأرض ده، ما هو في الأرض. عشان كده بقول يعني المفتاح للنجاح في الحياة الروحية والاتصال الحقيقي والله والغلبة في التجارب اللي بتجيلنا كتير كتير كتير، احنا يعني في أيام فخاخ الشياطين شيء فعلا مخيف، حروب وحيل ونجاسات وكذب. هو أول كذاب، الكذب انتشر بشكل مفزع. إيه ده؟ والناس بتقع في كل التجارب، وقعات ممكن تحرم الإنسان من السماء ومش حاسين، مش حاسس. عشان كده بقول إيه؟ خلينا نطلبها بجد، أقول يا رب ما دخلنيش في التجارب، عبدك غلبان. أنا أقل من إن أنطونيوس أول واحد طلع يواجه الشياطين، خرج برا المدينة وبرا العيلة وبرا الناس وبرا الصحاب وبرا الأموال، وكأنه متجرد للقتال دخل جوه البرية فحاربوه بقسوة شديدة. ليه؟ لأن ده بايونير أول واحد.
وحربوه بأشكال بيسجلها تاريخ مخيفة للغاية. فكان يقول الشياطين قال له انتوا جايين كتير كده ليه؟ ده أنا غلبان، واحد منكم يقدر يموتني. يعني كان يتضع حتى أمام الشياطين، لكن كان مسنود على قوة الله فغلبه. فكفايانا الواحد يعني عايش يلف حوالين نفسه وفاكر أنه بقوته أو بعفيته أو بفكره أو بشطرته يقدر. الشيطان ما بيتغلبش في الحاجات دي، لأن إذا كان عندي عقل الشيطان هو عقل ما عندهش جسد، أنا روح فين فيه؟ ينجح الإنسان إذا أخلى ذاته واتصل بالمسيح اتصال حقيقي وطلب المسيح في وقت الضيق بقلب خالص، رب الحقني، أعدائي تقوى علي، أدركوني. ولكن هل ممكن الشيطان ينتصر في الآخر؟ لا. هل ممكن الظلمة يبقى ليها سلطان أكتر من النور؟ مستحيل. هل الموت يغلب القيامة؟ لا. عشان كده بقول احنا فينا رجاء. لينا رجاء في المسيح، ورجائنا في المسيح لا يخيب، ومش متكلين على نفسنا ولا على برنا ولا على شيء صالح فينا، لكن متكلين على مخلصنا اللي صام من أجلنا ودخل التجارب لحسابنا وسحق الشيطان تحت أقدام أولاده. لربنا المجد الدائم.